عن ما يسمى بهجرة الأطباء إلى الخارج والحالة التونسية. هناك أرقام غير يعني مؤكدة تأتي من تونس الشقيقة بأن هذه الظاهرة تصاعدت منذ عام 13 وحتى اليوم، من حوالي 6% من أطباء تونس هاجروا إلى الخارج إلى البعض يتحدث يوم عن 50%. هل نحن لدينا بالفعل سنويا أقصد، هل لدينا بالفعل هذه الظاهرة، ظاهرة الهجرة، هجرة الأطباء إلى خارج تونس كما يحدث الحال في مصر؟ هو في الحقيقة في تونس، تونس كانت دائما تشجع يعني هذه الخروج إلى البلدان الأوروبية بالنسبة للأطباء في طور الاختصاص، لكن كانت هجرة مؤقتة، يعني هذا كان في نطاق التكوين وفي نطاق يعني تعميق ولتعميق المكتسبات وخاصة في مجال الاختصاص. وفي اختصاصات كنا قرابة 50% من الأطباء اللي في الاختصاص يخرجون إلى البلدان الأوروبية وخاصة فرنسا في مستشفيات جامعية للتكوين لسنة أو سنتين ويرجعوا إلى تونس. لكن خلال السنوات الأخيرة لاحظنا هناك يعني هجرة دائمة، والهجرة هذه تمثلت في ثلاثة أنواع. أولا هجرة للأطباء الخريجي الجدد، يعني احنا في تونس نخرجوا فما تخرج 1100 يعني طبيب لكل سنة اللي هما يدخلوا للتربصات، يعني من الأربع الكليات اللي موجودة. والأطباء المتخرجي الجدد يقع استقطابهم من طرف ألمانيا ويقع توجيههم إلى اختصاصات في مستشفيات في ألمانيا. هذه حاجة جديدة. الحاجة الثانية يعني طبعا هي استقطاب الأطباء الذين يتخرجون من المستشفيات، سواء من مستشفيات تونس أو مستشفيات في تكوينهم في فرنسا، ويقع يعني انتدابهم في عديد من المستشفيات في الجهات. والثالثة، النوع الثاني من الهجرة، هي الهجرة بالنسبة للأطباء الكبار، يعني الاستشفائيين الجامعيين، وهذا يكون خاصة في بلدان الخليج برواتب كبيرة. في الحقيقة أطباء التوانسة ولو معروفين، يعني معروفين في العالم كامل، معروفين هو بالكفاءة، ولكن أيضا معروفين يعني لأنهم في موجودين في كل الجهات. اليوم أصبح هذا حقيقة يهدد المستشفيات العمومية في تونس. احنا يعني في وزارة الصحة، وانا قبل ان اكون وزيرة الصحة انا رئيسة قسم، انا استاذة جامعية يعني في الطب باختصاصي امراض الصدرية، وانا رئيسة قسم اليوم في المستشفى. يعني هذه الهجرة التي وصلت الى 42% هي لم تصل إلى 50 لكن 42% أصبحت تهدد مستشفياتنا، وأصبحت خاصة المستشفيات العمومية.